بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. سنتعرف الآن على الجزء الرابع وهو ما يخص منسق التدريب التربوي بمكاتب التعليم. بسم الله على بركة الله. طبعا تعرفنا سابقا على عملية إدخال الخطة التدريبية من يوزر مدير النظام، كذلك اشتراك المعلم وإرسال الطلب للموافقة من قائد المدرسة وأخذ موافقة قائد المدرسة. الآن سنبدأ عملية الدخول على مستخدم سابق تم إنشاؤه وهو ما يخص منسق التدريب التربوي بمكتب التعليم. سنقوم بعملية الدخول. مجرد أن يتم عملية الدخول ستظهر لوحة تحكم فيها جميع الصلاحيات، وقد نقوم بعملية إخفاء بعض الصلاحيات مثل أيقونة الصلاحيات، سنجعلها خاصة بمدير النظام فقط حاليا حتى يتم اكتمال العمل. ستحذف بعض الخصائص من هذا اليوزر. ما يهمنا الآن في هذا اليوزر وهو طلبات تأكيد الحضور للبرامج التدريبية في المكتب من قبل المعلمين الذين تم إرسال طلبات وأخذ موافقة قادة مدارس المكتب. كذلك تظهر لدي أيقونات مكاتب التعليم المدارس فقط. يستطيع إضافة المدارس لو أنشأت مدرسة جديدة، يستطيع منسق التدريب إضافة المدرسة الخاصة بمكتب التعليم. كذلك أيقونة البرامج التدريبية تظهر لديه لو أراد أن يضيف برنامج جديد للخطة الخاصة بالمكتب، ونستطيع أيضا إلقائها هذه الخاصية وعدم ظهورها لديه. أرشفة البرامج الخاصة بالمكتب، المستخدمين الخاص بالمكتب والبحث عنهم وإصدار التقارير وطباعة شهاداتهم والتعرف على دوراتهم وإنجازاتهم، كذلك الموافقة على الطلبات لو توجد طلبات جديدة. لدينا مثلا الطلب الخاص بالأستاذ علي سالم الذي تم طلبه نقل وتمت الموافقة عليه. لدينا أيقونتين، أيقونة حذف الطلب وأيضا أيقونة بعض مشاهدة التفاصيل البرنامج التدريبي. ولو عدنا للوحة التحكم مرة أخرى ستظهر لدي البرامج الحالية التي تم تنفيذها، البرامج المنجزة، البرامج المقترحة، البرامج الملقية. فلدينا الآن أيقونة الخاصة بمين تمت موافقة من قائد المدرسة للأستاذ علي سالم للبرنامج التدريبي الخاص بالنقل المدرسي. لو ضغطنا عليه ستظهر لدينا التفاصيل، هل حضر المعلم للبرنامج، يستطيع أن يؤكد حضوره. مجرد أني أضغط هنا التاريخ سيظهر لي اليوم 18 وأختار تم حضور المعلم إضافة. ستظهر الآن تم إضافة البرنامج التدريبي، أنا كررته مرتين. هل انتهى من التدريب؟ إنهاء التدريب. بسم الله. الآن أستطيع أني أقوم بعملية طباعة مباشرة من يوزر منسق التدريب لو أردت طباعة شهادة المتدرب. أيضا أستطيع أني أطبعها حسب ما هو علي سالم اسمه المسجل في النظام، سجله المدني المسجل في النظام، اسم البرنامج التدريبي، عدد الأيام، مجموع الساعات، ومقر المركز. تظهر لدينا أيضا أيقونة الطباعة. نعود مرة أخرى ونعمل تسجيل خروج من حساب المنسق. ولو أردنا أن نقوم بعملية الدخول لحساب المعلم الذي تم إنشاؤه مسبقا ونقوم بعملية الدخول لحساب المعلم، سنشاهد البرنامج الذي اشترك فيه تحولت أيقونة حالة الدورة أنه تم الإنجاز. لو ضغطت عليها سيظهر لي معلومات الدورة، كذلك البرامج المنجزة للمتدرب، وأيقونة هنا مشاهدة التفاصيل. ظهر البرنامج المنجز النقل المدرسي بنظام نور، مدته يوم وعدد ساعاته 5 ساعات، حالته تم الانتهاء. لو ضغطنا على مشاهدة التفاصيل سيظهر للمتدرب أيقونة الطباعة باستطاعته أن يقوم بعملية طباعة مشهد الحضور من حسابه الخاص. لاحظ معي هذه نفس الشهادة التي كانت قبل قليل، يستطيع أن يقوم بعملية طباعتها. هذا وصلى الله وسلم. الجزء الأول والثاني والثالث والرابع تم شرحه.
كذلك توجد أجزاء أخرى، لكن بشكل عام هذا ما يخص عمل التدريب التربوي، وينطبق عليه جميع المستخدمين الآخرين سواء كان مشرف تربوي أو إداري أو إلى آخر من المستخدمين التابعين لإدارة التعليم بمحافظة محايد حسين. كان معكم الأستاذ فيصل محمد المشايخ، تقنية المعلومات بمكتب التعليم بحر بسكينة، مشرف مكلف بأعمال التدريب التربوي بالمكتب.